قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من كأن ابن عباس متردد المشركين. يعني في أن يقتحم المجال أمام الأشياخ، فقال لهم، فقال عمر رضي الله عنه: مثل لرجل عمل بطاعة الله زمانا ثم أحوج ما يكون، يعني في الأواخر انقلب شأنه وانقلب حاله، كمثل هذا الرجل الذي يعني له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات غنى واسع، لكن وأصابه الكبر، الآن صار كبيرا لم يعد قادرا، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كيف يكون شأن هذا الرجل؟ وهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله زمانا ثم جاء في لحظات الخواتيم ولم تستقم له، شيء مرعب أن تبقى زمانا في طريقك إلى الله وأنت ما تدري هل يختم لك بخير؟ هل بعد هذا الجهد والمجاهدات وأن وقفت أمام الناس وضحيت من أجل دينك، لبست في عز الحر النقاب الأسود وسمعت هذا يسخر وهذه يعني تلوم وهذا يعني يلقي بأنواع الاستهزاء، وصبرت على الطاعة والعبادة وطلب العلم وقطع مراحل الطريق، وفجأة لم يتفقوا حتى مضى لسبيله، وكم حسرات في بطون المقابر.